اليوم هو اللقاء الثالث في درس محو الأمية وتعليم الكبار في هذه القاعة الجميلة التي نقوم بإعطاء دورات محو الأمية فيها. اليوم في الدرس الثالث سيقرأ الطالب حركات الحروف كما تشاهدونها، الألف مع الفتحة مع الضم مع الكسرة ثم مع المقاطع الطويلة ثم مع قراءة مجموعة من الكلمات المطبوعة على مجموعة من الأوراق بحيث تكون كل مجموعة تحتوي على 3 كلمات، وهذا هو الكتاب الرسمي المعتمد لمحو الأمية للكبار وللصغار. هذا ما تشاهدونه في قاعة جمعية قلقيلية النسائية هنا في قلقيلية خلف مول عزام جاموس. للتسجيل المراجعة والتواصل معي بأقصى سرعة. إلى اللقاء.